مثلا انا الناس اللي تجوا لي للتايم سكوير ولا ندير عروض هنا في السيرك اللي نخدم فيه ولا ندير اعياد الميلاد حفلات هكذا في في, في الكلابس ولا في اي بلاصه الناس كي تجي تشوفني ما راحش تستفاد راح الناس راح ترفه على نفسها الناس راح تستمتع بالشو راح تستمتع بالعرض راح تكون رايحه للدار وهي فرحانه راح تهضر على هذاك الشخص اللي يدير العرض في تايم سكوير او كذا وكذا وكذا الناس يشوفوا العرض تاعي مره واحده ويعاودوا يجوا ويعاودوا يجوا ويعاودوا يجوا يقولوا لي شفنا العرض كعمل اجمل من انك تدخل الابتسامه على انسان بغض النظر على الدين تاعو ولا على العرق تاعو ولا على منين يسكن انك فقط تدخل البهجه والسرور على شخص هذا بحد ذاته عمل كبير عند ربي سبحانه هاك معايا سو ميهمش انك تستفاد ولا تدي معلومه علميه ولا لانه انا المحتوى تاعي مرات يكون كوميدي مرات يكون نهضر لك على التحفيز مرات تشوف الرياضه كل خطره كيفاش مرات نجيب لك ناس نعرفك بيهم هاك معايا نحب نكوراجيك هذا